الحكومة جديد. عسلامتكم. اليوم يوم غير عادي، اليوم يوم تاريخي، اليوم احنا مشينا لولاية باجة وين تعقدت اكبر اتفاقية مشوي علوش ما بين رئيس الحكومة الجديد مهدي جمعة والسفير الالماني بتونس. زعما يكون السحر في العلوش. هاي شوفوا الحكاية. حنان قاعدة تبحث على ريستوران شهير، المطعم اللي كلا فيه رئيس الحكومة والسفير الالماني المشوي. زعما وين يا حاج؟ امشي امشي تحرك امشي. زعما وين نلقاوه؟ زعما انا توا قدام المطعم بفترو فيه رئيس الحكومة والسفير الألماني. هاي نشوفوا الحكاية شنية. يا مرحبا بيك يا مدام، أهلا بيك. احنا تو في المطعم التاريخي. عسلامة خمبوسك مدام. لهنا يفطر سي مهدي جمعة هو السفير الألماني. يا إلهي مش نورمال. ها ادخلوا شوفوا، هذه المطعم التاريخي، هذه يفطر لهنا رئيس الحكومة سي مهدي جمعة. عسلامة، شنو حوالك؟ احكي لنا كيفاش كانت المقابلة مع سي مهدي جمعة لهنا؟ المقابلة كانت عادية، عادية سامحني مدام شكون فيك؟ عادية نورمال، لا فيه حتى. احكي لي شو كلاه بالضبط؟ كلاه مشوي، سلطة مشوية، سلطة خضراء ومشوي كبدة ولحم. وهذوما الكل كلاهم، وشكون خلص؟ اللي معاه ألمانيا خلصت علينا؟ لا 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 لا، معاها مع مسؤول. المسؤول تونسي ولا ألماني؟ تونسي. تونسي فرح بيهم، فرح بالألمانة. فرحنا بهم الكل. امبوسيبل. عارفي مش نعرف. لهنا قعد رئيس الحكومة لهنا. عارفي ولدي، قلت له بالله وري قولي لتو مازلت ما شفتوش. مدام سامحني، إيش نقول لك؟ راهو أنا مانيش مصدقة اللي أنا لقيت في ريستورون تاريخي. مطعم تاريخي دخل للتاريخ من الباب الكبير. إن شاء الله إن شاء الله يكون رئيس رئيس. أكد يا مدام أنت فتحت سوق للألمان باش يوليو يفطروا لهنا. الناس كلها تجيني. معناها الاقتصاد باش يزدهر بالمشوي نتاع مطعم شكون؟ مطعم الأحباب رشاد الجلاس. دخلت التاريخ سيي. إن شاء الله. شكبت على الجماعة كلها. لا مش شكبليش. سي بيان والله سي بيان. كلمة كلمة للشعب التونسي، كلمة للشعب التونسي. كلمة للتوانسة، ما يهمنيش الأحزاب. إن شاء الله مبروك علينا الرئيس الجديد سي مهدي جمعة وعلى التوانسة الكل. وان شاء الله من حسن الى احسن. تعرفيك فطرت معاها انت هارتها؟ لا ما فطرتش معاها، ما تفرجت فيه كيف يفطر. يفطر. شفتك باش يفطر ذاك، علاش فرحان بيها؟ هكاك. مش بقى فيها دوز من التاريخ. يا مدام حط لي طاوله هي بدها باش نقعد فيها، هذه شرف عظيم لي انا باش نقعد في طاوله سي مهدي جمعة والسفير الالماني. يا حنين فيك فيك فيك. مهدي جمعة المعلم. احكينا احكينا احكينا، عبر على فرحتك، غني عبرنا على فرحتك. بون جو سوي تري زيرو اي دافوار ان كومون شيف ديتا كوم لوي. اها اي جو بي دير كي مهدي جمعة يا معلم قدامك الشعب يسلم. سي بيان سي بيان، فرحة عارمة في الريستو الأحباب. والله صدقني بالحق، معناها سي مهدي جمعة متواضع برشا وتعدى من هنا جا هو سفير الألماني فترة مشوى علوش. زعما يرجع ياكل مشوى علوش؟ ما ظهر. إيش حطيت له في المشوى؟ الكبدة واللحم ومرقاز. زعما أنت حطيت له الكبدة في المشوى، زعما يربي عليك الكبدة ويرجع لك؟ القلب حطيت له القلب. حطيت له القلب؟ يا عليك دخلت التاريخ، افرح. زعما ندخل التاريخ؟ دخلت التاريخ. اخذ القارص هذايا، كان معناها سي مهدي جمعة استعمل منه هكا ولا لا؟ اكيد. اه سي بيان سي بيان يا علي سي بيان. وينو اللحم؟ خلينا نشوفوا اللحم. هذه الكبده، هذه اللي كلاها رئيس الحكومه الجديد. هي هذه من هنا، وهذه اللحم، هذا اللحم تاع عمر بن سميده، هذا اللحم تاع سي عمر بن سميده في البلاد. يعطيه الصحه سي عمر بن سميده، قدم العلوش نتاعو فداء لتونس. وكما قاعدين تراو العلوش هذايا فرحان برشا انه قدم خوه لمصلحه تونس، خوه اللي كان طبق المشوي اللي تناوله رئيس الحكومه مهدي جمعه مع السفير الالماني بتونس. تحيه تونس. مبروكين عليه هنا وجلاسي الرئيس. رئيس الحكومه زعما ترجع لهنا، قال لك حطوا لك الكبده والقلب. زعما تكون عندك كبده وقلب وترجع لهم. من امام طاوله رئيس الحكومه التي تناول فيها مشوي العلوش هو وسفير المانيا من مطعم عم محمد رشيد، كانت معكم حنان الشجراني.